مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نقدم لحضراتكم الحصاد الأسبوعي لأبرز نشاطات الجامعة المستنصرية. مجلس الجامعة المستنصرية يعقد جلسته الخامسة للعام الدراسي 2023-2024، والأستاذ الدكتور حميد فاضل التميمي يهني الطلبة الجدد المقبولين في الدراستين الصباحية والمسائية. الجامعة المستنصرية تختتم فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال وتوجه رسالة تضامن مع القضية الفلسطينية. رئيس الجامعة المستنصرية يستقبل عددا من المواطنين للنظر في طلباتهم وحلها وفق الضوابط الإدارية. الجامعة المستنصرية تستضيف المؤتمر الفني لبطولة الجامعات العراقية بخماسي الكرة للطلبة. المستنصرية وجامعة جلجامش توقعان اتفاقية تعاون وتوأمة في المجالات العلمية والأكاديمية. الجامعة المستنصرية تعقد ندوة علمية بمناسبة الأسبوع العالمي للتوعية بمقاومة مضادات الميكروبات. الجامعة المستنصرية تعقد الورشة الدولية العراقية اليابانية عن التاريخ والمجتمع والتراث للبلدين. قسم الإعلام والاتصال الحكومي واصل في دوراته التدريبية لتقديم الخبرة الإعلامية للطلبة وموظفي الجامعة المستنصرية.